لا مش مسموح كمان هالمره بلش معك المقابله. قلك شو هالجمال؟ ميرسي. جمالك انت، عيونك الحلوين. مريم ينعاد كثير انت كمان. ثانك يو مريم، ينعاد عليك. ميرسي. وعليكم. قد ايه مبسوطه بانه ليله راس السنه عم بتودعيها بلبنان؟ مبسوطة كتير. لبنان لها طعم خاص بين أهلي بين ببلدي، خاصة السنة صدقني، لأنه يعني كنا اللي أهلي عمل حفلات بلبنان هو أخد ريسك بلبنان كتير كبير، وصدقني كتير مبسوطين لأنه الحجوزات فل، لأنه العالم مبسوطة، لأنه كل العالم عبلا تسهر عبلا بهيدي الليلة تكون سبيشل لألا، وتتمنى أمنيات حلوة بركة 2013 بتكون أحلى إن شاء الله. مريم، سنة 2012 كانت حلوة عليك؟ صراحة أنا علي كانت كتير حلوة، على صعيد شخصي على صعيد العملي كانت كتير حلوة، بس يعني الأوضاع السياسية كانت هيك عائق بوجه هالفرحة الكبيرة اللي كنت حابة أفرحها أكثر مع الجمهور مع الشعب كله، بس أنا علي الحمد لله كانت بتجنن. بتمنى بسنة 2013؟ بتمنى تكمل فرحتي اني اشوف السلام بكل الوطن العربي، ما بقى اشوف ظلم للانسان، عن جد بتمنى من كل قلبي، هيدي اكبر امنيه بتمنيها. وعلى صعيد شخصي ما في مهرب من السؤال. لك انا لالي بتمنى اني احافظ على نجاحي اللي وصلت له، هيدا اهم شيء. مريم، على صعيد شخصي اكثر. أمني أنه أتجوز مثلاً؟ لا ما أكيد، بعيد. ليه لا؟ أنه ما لحب أول شيء بعدين بتجوز، فأكيد مش حتى. طب ليه ما عم بتحبي بعد؟ أتجوز يمكن أجيب أولاد بسنة واحدة ما حتصنع. ما بعرف، هذا قلبي أنا ما خصني فيه. أنت صعبة أو ما عم بتلاقي الرجل المناسب؟ أنا ما بعتقد صعبة، لا. هلا يمكن المرأة بس توصل، يمكن بس تكون هي هيك متمكنة من مستقبلها من حياتها، يمكن بتصير اصعب شوي، بس انا حدا هني على فكره، مش هني ما بعرف، بس انه لا بتخيل كمان يلي بده يحصل على قلب مريم بده يتعب شوي او بده يكون عنده مواصفات شوي صعبه، شوي صغيره، مواصفات صعبه لا، بس يعني كاركتر هيك، اذا كاركتر شوي صغيره بده يتعب مش كثير، لا هني هني شيل راحتك يا اخي، وطي راحتك، شوف ازاي انا حيرتك انا حيرتك.